تادي ونسبور، أهلا بكم في مباراة ونقل جديد هذه المرة لمباراة اتحاد التطاوين ومستقبل المرسى لهنا في ملعب نجيب الخطاب بالتطاوين صاحب الإنجازات التاريخية الكبيرة كلاعب وكمدرب. هذه اللحظات يعلن الحكم أمير لوصيف عن انطلاق المواجهة للجهة اليمنى، أول مرور على الجهة اليمنى، أسيست ولمسة، أسيست وتصويبة في الأولى والثانية، النوراني الطالب بركلة جزاء. ما يحدث وجود إلى خطأ وورقة صفراء أولى مبكرا أصدقائي للدفاع، يبعد الكرة ويرجع إلى حارس مرمى علي الفريوي، الكرة والشوز المرسوية، أسيست ولمسة، الكرة تتواصل لمستقبل المرسى، كرة والشوز يصوب الكرة ولكن الكرة أوت، يخلص الكرة والكونتر أتاك والهجمة السريعة في اتجاه فابيان، فابيان فابيان يصوب الكرة في المرة الأولى في المرة الثانية. ننتظر العرضية من بلال في القائم الأول والكرة السهلة إلى الحارس علي الفريوي. متميز لمسة في اتجاه حازم بن حامد، عرضية بالرأس من إيهاب على اليسار نزار السميشي، لمسة إلى عمر الاتريدي صوب الكرة، الكرة تعلو الإطار في الهجمة الأخيرة. مرادي متميز الكرة على اليسار شوز وكرة، قد تكون الجول الأول، العرضية في القائمة الثانية، تعدي من الدفاع تتواصل إلى بلال الخفيفي يحاول يمر بالفنيات، الهجمة تتواصل مرسوية على اليسار العرضية ولكن الدفاع بن فجرية، والهجمة عن طريق إيهاب، الشوز والكرة يصوب الكرة ولكن رائع متميز زياد في الأولى الثانية. رمية تماس بليغ الجمالي أمامكم على الصورة على اليسار، الجمالي يبحث عن الحلول، كرة في وسط الميدان وتعاد الكرة ولا في هذه الأثناء أمير لوصيف يعلن عن نهاية أطوار الشوط الأول من خلال المواجهة الثالثة تاريخيا بين اتحاد تطاوين ومستقبل المرسى. تنتهي ال 45 دقيقة الأولى، أصفار بين الفريقين هنا في ملعب نجيب الخطاب بمدينة تطاوين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي منصة ديوان سبور، أهلا بكم من جديد في بث مباشر وحصري لمباراة اتحاد تطاوين ومستقبل المرسى لحساب الجولة السادسة من دوري البطولة التونسية لحساب المجموعات. أول كرة أول شانس للمرسوية في الشوط الثاني، العرضية في القائمة الثانية ولكن التغطية الدفاعية، الحكم أمير ليوصيف يعطي ضربة مخالفة إلى فابيان، فابيان استلام دوران عبور مرور على اليسار، أسيست كرة يصوب الكرة، هادم بن فجرية في المحاولة الأخيرة. أمامكم ديالو محمود، ديالو السنغالي، عرضية في القائم الأول، الشوز والتصويب ولكن الدفاع رائع من مستقبل المرسى. حتى طوين كرة ثابتة، الكرة من غسان، عرضية في القائمة الثانية ولكن الدفاع يخلص، النوراني النوراني مرور ولكن دفاع المرسى يخلص بثبات في هذه الأثناء، دفاع المرسى يخلص. هاي الريبلاي كنترول من النوراني، عدى في المرة الأولى، في الثانية الكرة تتواصل وهذه المرة برمية التماس على اليمين بنتيجة 0-0، ويعيد ما حدث في آخر مباراة تاريخيا بين اتحاد تطاوين ومستقبل المرسى، واللي فابيان يصوب الكرة ولكن بعيدة وجانبية هذه الكرة، أي الكرة أي الريبلاي، واللي تفنن في المرور ولكن التصويب والتسديد كان بعيد على مرمى. نوراني قاتل في وسط الميدان، تتواصل الهجمة والكرة على اليمين عن طريق مؤمن الرحماني في الأولى، الثاني صوب مؤمن الرحماني ولكن الكرة تعدي السلامات على مرمى المرسى. هي الريبلاي، هي الكرة صوب باليمين، أو الجول الأول لمستقبل المرسى اللي يبحث بدوره عن الانتصار الأول. العرضية في القائم الأول والكرة والتصويب والجول، الجول الجول عن طريق ديالو محمود يسجل
يسجل في هذه الأثناء ويبادر بالتسجيل، يذهب لي أنصارو في هذا اللقاء ومع جول أول في دقيقة 80 لاتحاد تطاوين. على اليمين بدأت الكرة، على اليسار انتهت بجول السنغالي اللي سجل الجول الثالث على التوالي ليه مع اتحاد تطاوين في هذا الموسم. سجل من أمام المنستيري، سجل اليوم من أمام المرسى جول باليمين، يحط الكرة في الشبكة واتحاد تطاوين يبادر بتسجيل أولى الأهداف هنا في ملعب نجيب الخطاب في تطاوين. إيهاب مامي غسان عرضية كنترول تمهيد التسويب والكرة من بلال، يصوب الحمروني بلال ولكن الكرة في دين الحارس زيد الجبالي. عزيز الاشتيوي بالمرسى، هجمة لمؤمن الرحماني، نظرة يصوب الكرة الرحماني ولكن التصدي رايع ومتميز من جانب الحارس زيد الجبالي. هاي الكرة هي الريبلاي، صوب باليمين ولكن الجبالي الرايع مثالي السنغالي. عرضية ملا لمسة في وسط الميدان، الكرة الكرة تتواصل، التصويبة من جانب مؤمن الرحماني ولكن بعيد ده على مرمى إجباري. هاي الكرة هاي ريبلاي، تمهيد جيد، نظرة إلى المرمى ولكن التصويبة كانت بعيدة على زياد إجباري. أصدقائي الأفاضل، هكذا تنتهي المباراة الثالثة تاريخيا بين اتحاد تطاوين ومستقبل المرسى هنا في ملعب نجيب الخطابي تطاوين، بانتصار اتحاد تطاوين على مستقبل المرسى. هذا مقابل صفر كان بإمضاء محمود ديالو السنغالي.